كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي إن أنتوا غاليين كده؟ يا ست إحنا لا غاليين ولا حاجة، الدنيا كلها مولعة، من فضلك بقى عايزين الحساب. وأنا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضين. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسني. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو قصدي الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه وعشرين قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني. مش في بقشيش برضو؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات دلوقتي؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهدد ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوس؟ عايز علوالي يعني؟ مثلا. أنا ساكن في الرصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ما أجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية؟ خلاص، يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل؟